النصيحه اللي نعطي للسيدات هو يتهلاو فاسهم وما ماشي شي وحده يكون عندها لو بوزي تقول لا انا صافي هكا غادي نبقى وكاع العيالات هكا وما بقاش عاد فين غادي نقص الوزن قد ما كان العمر ديالك قد ما كانت الظروف ديالك ممكن تقدي الاكل ديالك بطريقه صحيه اللي تخليك تنقصي الوزن وممكن تعلمي نمط حياة وهذا كنحاول نعلم الناس أنه باش ندير أن ريجيم ريجيم ما كيقصدش به الحرمان كنقصد به أنه ننظم الماكلة ديالي دونك نعرف ننظم الماكلة ديالي في النهار ممكن ناكل من كل شيء وأنا كنقص ممكن تعرض ممكن نعرض ممكن ناكل مع وليداتي نخرج أنا وياهم ممكن نطيب شي شيوة في الدار ممكن غير نعرف كيفاش ننظمها وفي نفس الوقت ما نهملش نمشي اكثر يعني ما كنقولش على نهضرش على السبور مي تما راه جالسه في الدار هاكا في العشيه نهبط نتمشى لي واحد 30 مينوت 45 مينوت تنفعني غادي تنفعني والنصيحه اللي نعطي الامهات بالنسبه للاطفال ديالهم يعودوهم من الاول على انهم ياكلوا الماكله ديال الدار دونك وكاينين تبارك الله النساء راه حتى لي بسكوي كيصيبوهم في الدار كيصيبوهم في الدار باش حيت كترفض ان ولادها يشيو لي بسكوي ديال اللي في لي سوبر مارشي دونك كتفضل انها تصيب كل شيء على يدها دونك هذه اللي ننصح انه من الاول من الاول نعلم ولادي انهم ياكلوا الماكله ديال الدار نعلمهم انهم ياكلوا لي فخوي يبغيو لي فخوي ساك ياكلوا طويجنات يبغيو ياكلوا ما نعلمش ليهم انهم ياكلوا لي فاست فود حيت من بعد كتجي صعيبه باش نحيد لهم ديك العاده